شوية سلام واحترام. التواصل يستمر مشاهدينا الكرام ومتابعينا الاعزاء، شكرا للزميل المعلق عبد الله بن صغير العويسي على تواصله بالاشواط الماضيه. هكذا نسير مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه، وهو شوطنا ايضا الحادي عشر الذي يسير بحفظ من الله ورعايته الخاص بالجعدان المحليات الاصايل. نسير الى المقدمه ونتابع الصداره والمركز الاول، وهنا على المقدمه الاولى مريع لحارب بن محمد بن حمد الاكتبي الذي يسيطر منذ البدايه. اهالي الرفاده معلنين هذا التواجد، اهالي المدام، بينما النغلة على المركز الثاني. ونشوف في المركز الثاني هنا الشهم محمد بن حمد بن فطيس المري، بينما في المركز الثالث دخول القادم في هذه اللحظة هنا الأسد علي بن حمد بن دغمال الزرعي، متواجدين أهالي الكامل من خلال هذا الحضور وهذا الانطلاق، بينما نتابع المركز الرابع. المركز الرابع هنا شاهين عبيد بن محمد بن بدر العليلي، بينما في المركز الخامس نجد هنا أمزاجي بشعار هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، بينما في المركز السادس هذا مرفوق عبد الله بن ثاني بن ضحي الاكتبي في المركز السادس، بينما في المركز السابع ياتي هنا شاهين نهيان بن حماد بوخرايط العامري هالهير، متواجدين في هذا الشوط، بينما نتابع الان القدوم والانطلاق من سمهرم. الله، شعار سمران اللي شفناه له وصيف الرمز في ليله البارحه في ميدان السوان، يتقدم شعار بوزايد، يتقدم الان سلطان بن عبد الله بن سعيد اليعفري ممثل اهالي الاشخره، متواجد الان في هذه الانطلاقه، بينما نتابع المركز التاسع الآن يتقدم هنا في هذه اللحظة المثيرة هملول مطر بن محمد بن مليحان الشمري، وعاشر المراكز ياتي دغاش لناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي هو اللي يحتل المركز العاشر. هكذا مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكرام النتيجة للعشرة المراكز الاولى، ولكن عودة من جديد الى المقدمة الى المركز الاول الى شعار حارب بن محمد بن حمد الاكتبي. هنا من يقدم لنا مريع وابو محمد معلن تركيزه العالي على المقدمة والبداية الاولى، وهل الرفادة ينتظرون السلامات ويستاهلون في نفس الوقت السلام اهالي الرفادة من خلال هذا التحدي وهذا الحضور على المقدمة، بينما في المركز الثاني شاهين عبيد بن محمد بن بدر العليلي يتقدم في المركز الثاني
بينما في المركز الثالث. وفي المركز الثالث اشوف الوصول على المركز الثالث من شعار محمد بن حمد بن فطيس المري. بن فطيس متواجد على المركز الثالث بينما في المركز الرابع شوف للي واصل على المركز الرابع هذا شاهين نهيان بن حماد بوخرايط العامري واصل هنا واصل بوخرايط غادم وهناك نشوف الوصول اللي على المركز الخامس مرفوق عبد الله بن ثاني بضحي الاختبي ولكن بنعود الى المقدمه بنعود الى البدايه الى الصداره الاولى وهناك اللي غير تسلل الآن أصبح على المقدمة هلولة أصبح البداية شاهين عبيد بن محمد بن بدر العليلي بدأ مشاهدين الكرام يتجه نحو الفوز نحو الانتصار أبو شعيل أو أبو سعيد على المقدمة الأولى العوستريب الصغير نتابع المركز الثاني المركز الثاني يشوف الشهم محمد بن حمد بن فطيس المري الله 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 الشاعر يتقدم الآن الشاعر يتقدم في هذه المنافسة بينما في المركز الثالث المركز الثالث شعار بوخرايط غادم يبحث عن السلامات إلى أهل الهير إلى أهل ميدان الجبيب ولكن عبيد بن محمد بن بدر العليلي وين السلامات الزفة إلى أهل ميدان اللبسة وأهل منطقة فلي المعلة في إمارة أم الغيوين الله يا سلام والعصاف الابطان العصاف الابطان بدون اي اوامر بدون اي اوامر ونهني كذلك حمد بن سعيد بن بدر العليلي وابناء بن بدر كافة على سيطرة شاهين والسلالة الشاهينية ومثل ما قال الشاعر في أبيات شاعر لم بغيت السبق متواصل من راح شاهين وعياله لي في مداهن ماي بن حاصر يوم ضرب فروخ عياله سلام لك التحية شاعر حواس الخمسة على هذه الأبيات الطيبة والجميلة ولكن سلام إلى أهالي فلي المعلة وإلى ميدان الشعب إلى ميدان اللبسة يستاهلون الفوز ويستاهل بوسعيد تهانينا والناموس وبدون أي أوامر والعصم حنطها في الابطان تهانينا والناموس على هذا الفوز لعبيد بن محمد بن بدر العليلي والمركز الثاني وصل فيه الشهم لمحمد بن حمد بن فطيس المري المركز الثالث وصل فيه شاهين لنهيان بن حماد بوخرايط العامري هكذا مشاهدين الكرام ومتابعين الأعزاء النتيجة للثلاث المراكز الأولى لكن نعود للتوقيت الزمني وساعة الوصول إلى خط النهاية بسبع دقائق وسبعة واربعين ثانية بدون أي أوامر تهانينا لعبيد بن محمد بن بدر العلي.